كشفت مديحة الحمداني زوجة الممثل السوري قصي خولي وام ابنه تفاصيل جديدة عن طبيعة علاقتهم على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصي من بعد ما نشر قصي صورة بتجمعه بابنه وتساءل كتار اذا رجع لمديحة او انه هن على خلاف واخذ الطفل منه. وردت مديحة على السؤال يلي بيسألوها يا المتابعين على طول وكتبت: يلي بهمن كتير نوعية علاقتي أنا وأبو ابني، حالياً منقلكن إنه علاقتنا هي علاقة تقدير واحترام وشراكة لتربية ابننا يلي هو روحنا وحب حياتنا، وهيدا بالنسبة إلي أرقى أنواع العلاقات وبتمنى له السعادة والنجاح. نحنا بيناتنا طفل وشراكة عمر، الله يحمينا ولدنا ويحمي ولاد الناس كلها، وإن شاء الله هالموضوع يتسكر. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكن كل جديد.